ما شاء الله. انت قبل تبدا اتخذتها عن تعليم ولا عن هوايه؟ الارشاد؟ ايه ثنتين هوايه ودرب نفسي. تعلمت عند من؟ انا من المتوسط طبعا. عند من تعلمت؟ كنت فرقه انشاديه. يعني ما شاء الله تبارك الله. كان عندنا يعني انت بروفات و مع من يعني بالبروفات هذه؟ مع منشدين؟ جلسات فنيه. اي منشدين، فرقه انشاديه كامله. كان من فرقه انشاديه؟ ما شاء الله تبارك الله. وكلنا نتعلم. ايه وكمان الهوايه طورت من نفسي اكثر واكثر وتعلمت. لكن هل صحيح انه يقولون ان تتعلم الانشاد بالموسيقى؟ لا، تتعلمه بالموسيقى وتنزله بدون موسيقى. لا انا ما تعلمت الموسيقى ابدا. والله ابدا، ولا كنا نستخدم الاغراء ابدا. كانت بس اوقات الحفلات الاعراس.